السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في شركة ألفا سيب للحراسة الخاصة. طبعا هذا واحد الصرح جديد في مدينة فاس. شركة ليست ككل الشركات، لأن علاش؟ لأن ضروري تكوين رجال الحراسة الخاصة أو الأمن الخاص قبل تشغيلهم في هذا المجال هذا. إذن احنا ربما العديد من التجارب اللي خدينا خلال 35 سنة من العمل، وما هاد الدبلومات أو الشواهد إلا دليل على أن العمل ديالنا كان في إطار تكوين وتكوين مستمر لمدة 35 سنة. وهاد الدبلومات أو الشواهد أنا كنحطها في كفة، وكنحط الوسام الملكي يا سيدنا الله ينصره الذي أنعم به علينا حين كنا على رأس أعمالنا، ونتشرف بذلك أكيد. ملي كنتكلموا على التكوين، راه هو الركيزة الأساسية اللي من خلالها رجل الأمن الخاص كيكون في المستوى، كيشتغل بواحد الشكل احترافي، بواحد الشكل منظم، لأن دائما مراكز التكوين نادرة، وإن وجدت أن الإمكانيات ديال الشباب المغربي ما يمكنلوش هو كيقلب على فرصة شغل، إذن ما يمكنلوش يأدي واحد مبلغ مالي من أجل تكوين فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا احنا دائما كنتكلموا على شركة الأمن الخاصة، وخصوصا التي تشرفنا بأننا أعطينا التكوين لبعض الأفراد ديالها. ضروري ومؤكد أن يكون تكوين والتكوين المستمر ضروري، وإحنا بصفتنا كمكونين ألفنا جوج ديال الكتب خاصة في كل ما يتعلق بالحراسة الخاصة، يعني كمنهج متكامل لا لشيء سوى لإعطاء رجل الأمن الخاص كل المعلومات وكل البيانات وكل ما من شأنه الرفع من مستواه الفكري كرجل أمن خاص. ملي كنتكلموا على مركز التكوين أو على شركة، إذن أي شركة خاصة تكون عندها واحد القاعة ديال التكوين ديال الناس ديالها مجهزة. أكيد إحنا ربما من خلال هنا بعض الصور اللي كتبان على أننا قمنا بتكوين شركات أخرى، والعديد من الناس الحمد لله كسبنا يعني شباب أكفاء اللي ربما غادي يمشيوا في هذا المجال بشكل صحيح وبشكل يعني واضح. إذن مني كنشوفوا وكنتكلموا على اللباس رجل الأمن الخاص، يعني هو المظهر الأساسي والخارجي اللي كيعطي واحد انطباع على أن هذا رجل الأمن الخاص يعني في واحد المستوى جيد، واحد اللباس لائق متوازي مع حجم المكان اللي كيوقف فيه هذا رجل الأمن الخاص، كما بغى يكون سواء فندق أو مطعم أو محلات تجارية الكبرى للمطارات. ربما مع كامل الأسف احنا دائما رجل الأمن الخاص كيكون هو الواجهة ديال السياحة في المغرب، لأن أي مكان كيمشيو للسياح كيكون مأمن برجال الأمن العام، وهذا ما عندناش معهم مشكل، لكن رجال الأمن الخاص هما المشكل الكبير والكارثة العظمى في بلادنا مع كامل الأسف. كاين واحد القانون راه بظاهر شريف، ويعني فيه العديد من البنود والالتزامات اللي خص يعني دفاتير التحملات يعني تكون واضحة في هذا المجال هذا، لكن مع كامل الأسف كاين أصحاب شركات كبرى والله العظيم ما كيعرفوش بأن كاين واحد القانون سميتو 27/06 منظم لمهنة الحراسة الخاصة في المغرب.